تفسدون وتذكروا الله في أمركم وتذكروا وعدكم أمامه وأمام كل الخيرين وأن الله على نصركم لقدير. وعند ذلك وبعد الانفراج الذي يأذن به الله سبحانه يقتطف مع النصر ثواب عظيم هو زاد الآخرة وذخيرة الدنيا الطيبة وعز يجعله الله مستقر النفوس في الدنيا وكشارة على بداية المسرى والنتيجة صحيحتين للأمة كلها. وبعكسه يقيم لا سامح الله الفساد على أرضكم وأرض الأمة كلها وتدفعون ثمن ضعف من تضعف نفسه فيدوم الضعف فيها فأنتم أهل المعاني العالية. فمن كبى منكم يستطيع أن يصلح موقفه ورؤيته الآن أو في المستقبل، ومن يطلق قول ضعف ذكروه ليطلق بدلا عنه معنى ودعوة ثبات ويقين واستقرار في الصدور ونخوة عز الأحياء ليس في الدنيا، ونخوة تعز الأحياء في الدنيا وتضمن للأموات الجنة، وأن قيادتكم لو أردتم أن تسألوا عنها ثابتة لا يهزها أي شيء يهز الضعفاء، ولا الآن ولا في المستقبل مثل ما هي في الماضي، وتبني على أعلى خصائص الأقوياء والمعاني العالية، وما القوة والتوفيق إلا بالله. والله أكبر. وعاشت أمتنا المجيدة وفدائيوها في العراق ومن الوطن العربي الكبير. الله أكبر. وعاش جيش العراق المجاهد صاحب السفر الخالد. وعاش العراق، وعاشت فلسطين حرة عربية. والله أكبر. وليخسر الخاسرون. إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا الخطاب الأخير لصدام حسين.